شارك محمد التليل المنصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة مطوى لاسمها، وهي بالمناسبة هيئة مصغرة، تقول حكومة حرب ومعينة بالكامل من رئيس الجمهورية. ست تليل المنصري هو زاد الناطق الرسمي باسم الهيئة، قلنا شارك في ندوة دولية في العاصمة الفرنسية باريس، موضوعها مشاركة المرأة في المسار الانتخابي في إفريقيا. الندوة بدأت نهار 13 أكتوبر، وما نتصورش كان ست ليلي مازال في باريس، أكيد راهو عدى أيامات وروح، وتأكدت اللي هو نور الوطن العزيز الغالي وروح سالم غانم، لأني شفته يبوزي في نابل يتابع في عمليات قبول الترشحات لبرلمان الكوال سباطة. صفحة الهيئة على الفيسبوك شيختنا بتصور ست ليلي المنصري في باريس، وباللمارة هنا واخو في الندوة الزكريسي كرسي قاعد فيه وكرسي الكرتابته. الأستاذة سلسبيل القليبي علقت مستغربة، قالت هالهيئة ما فيهاش ريحة لمثة، بنا صيفة يمشي ست ليلي المنصري يشارك فيها الندوة، وتو يجي نهار وتتقيم هيئة بوعسكر ويتحاسبوا اللي فيها إذا ناويين التوانسة يقطعوا مع الإفلات من العقاب. سألت الأستاذة سلسبيل القليبي علاش يشارك عضو من الهيئة، هيئة قاعدة تتفرج قدام نظام اقتراع نسف كل حظ للمرأة في أنها تكون نائب في البرلمان حتى لو كان برلمان حلوزي. وختمة أسئلتها قالت نحب نعرف أش قال ست المنصري في باريس، وبنى وجه مشى قابل الناس غادي. ما عنديش أجوبة على أسئلة الأستاذة سلسبيل القليبي، لكن عندي منقول في هالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكما قلت لكم هي هيئة معينة من الرئيس وحده لا شريك له. ومن قبل كان عندي منقول على الهيئة وتكلمت، وسبق حكيت على مسؤول كبير فيها كان يدخل قاعة الاجتماعات ضباب طعراية لابس تريك وخلعة، وسبق حكيت على فاروق بوعسكر الرئيس الحالي للهيئة، حكيت عليها والمشدها، وذكرت كيفاش أنه كان يرقد في مقر الهيئة باش ما يكريش في العاصمة لين الخسارة. هو من زاوية سوسة واخو مسكن وظيفي من وزارة العدل في سوسة، وكي نقل لتونس يخدم في الهيئة ما حبش يرجع الدار، مكبش فيها، والحال أنه كل جمهورية في محكمة سوسة 2 ينافي كل يوم، أما سيبو عسكر شد الدار. هو السيد عنده امتيازات وزير، والله أعلم من أخذها دار في تونس ولا ما أخذهاش، ومن بعد صندوق النقد الدولي يطلب منا نصلحه ونتحكمه في نفقات الدولة. هالدولة هاي تفرني على اليمين وعلى اليسار، وتهبط في الرانج في الكورتاجات وسخط كراهب تخبل العين. هو عندكم الفلوس علاش شح بح معانا، تولي الدولة تجري، أما معاكم انتوما حالة على البحري. علاش سافر زعمة ست ليلي لباريس؟ الإجابة دون تعقيد ومن غير تفلسيف زايد، في الليزي السفر حق ينتفع به أعضاء الهيئة بالتداول، ما ثماش شنو نوع المهمة ولا الوقت ولا شنو البروفيل اللي طالبينه، لا قاسمينها، يجي وقتك تسافر كي الدورة الشهرية. واللي نقول فيه راهو حقيقة قرار إذا مش أكثر من الهيئة من قبل، اجتمعوا على الموضوع مرات وقرروا بالأغلبية أنه السفريات لقمة باردة، خبزة جاتو يقسموها بيناتهم بالطريق، قريب نقول بطريق الشر. تتفكروا في انتخابات 2019 اللي جابت لنا نظيف العفيف، سي العزيزي وسي البرينسي مشاو للهند في طنبك الانتخابات وخلاو أهل البلاء في البلاء، خلاو الانتخابات في بلادهم ومشاو للهند. تقول احتاجتهم الأمم المتحدة لفض مثلا الاشتباك في كشمير، والله نسمعك، لو مشاو جابوا لتونس دواء مقطوع أو جابونا تكنولوجيا ما عناش نسمعك. ما يقول لي حد تحاسبش حد راه على اللي عمله، ما تحاسبش وما هوش باش يتحاسب، لأنه ما حشتناش باللي يفسدوا بالحق. محاربة الفساد في هالبلاد هي أكبر باب للفساد. لهجة لتصفية الخصوم دوزونا تظهر في ثوب نظيف العفيف وتشوه خصومك، تظهر أنت ولد الفاضل وولد شريفة
والاخرين الكل خايبين. سعاد البرينسي وسينا بالعزيزي حطوا اساميهم وسافروا للهند من تحت حسمس. شكون اللي قلب عليهم الدنيا وقتها؟ حسنة بن سليمان اللي كانت وزيرة الوظيفة العمومية في حكومة هشام الشيشي وشدت وزيرة العدل بالنيابة، وكانت أول من نحاها قيس سعيد بعد إقالة هشام المشيش. ومفهوم عليش حسنة بن سليمان تقلق، لأنها مش من نوع المرأة حط فم تلقى فم. قاضية إدارية لسانها مطلوق صوتها عالي، كانت من مؤسسي اتحاد القضاة الإداريين بعد الثورة. ما تخافش من كلمة الحق، وهذاك علاش كلات على راسها في العهود الكل. كي زبلتها على روسهم في الليزي قرروا في مجلس الهيئة كل واحد يسافر يعمل تقرير على المهمة متاعه. طبعا مش باش يقول لنا اش شرب ووين رقد واش شرى، أموره مدام بحر ماله. أما يقول لنا فاش شارك واش قال وشنية أهمية حضوره والبلاد باش استفادت من السفر متاعه. واني ماذا بيا نعرف من هيئة سيبو عسكر هل قدم ستليل المنصري تقرير على مهمته البريزية وإلا مازال يسترجع في قواه. نرجع لستليلي وسفرته الباريس باش يحكي على المرأة والمشاركة في المسار الانتخابي. الفصل 46 من الدستور يقول اللي الدستور مش هذا يا دستور العلو الشاهق، لا اللي قبله، يقول اللي الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على تطويرها، وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. هذا الكل موجود في الفصل 46 من دستور 2014 اللي وقت عين الرئيس ليزي بتاع بوعسكر. ما زالت الطوطأة والباب الأول والباب الثاني وجميع الأحكام الدستورية ما زالوا ما تنحاوش، لأنهم ما يتعارضوش مع أحكام الأمر الرئاسي بتاريخ 22 سبتمبر 2021. يعني أن الأحكام هذه ما زالت ملزمة. وشكون أول واحد يلزم يطبق أحكام الدستور؟ ما هو رئيس الدولة، ولاني غالط تطلعوش كاتبين الدستور لياني. نزيدكم الزيادة، من بعد 14 جانفي 2011 عمره ولا كانت هيئة الانتخابات من زنس واحد ذكورة أو أناثي صافين. نزيدكم في 7 أوت 2018 صدر القانون الأساسي عدد 47 سنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة. الفقرة الثانية من الفصل السادس تنص على الالتزام بمبدأ التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة مجالس الهيئات. الرئيس قدم وخر وعينها لكل ذكورة في الهيئة، ريحة النساء لا. ما لقاش الرئيس نفس مومنا يحطها في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هني راجع لها هيئة معسكر. القانون الانتخابي اللي عمله الرئيس تراجعت فيه الدولة عن أي التزام بضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. التناصف العمودي والأفقي في البلديات كان خطوة جبارة تحققت في بلادنا بعد 2011، تم نسفها تماما في المرسوم متاع سيدنا. قول وين الجمعيات اللي تدافع على المرأة؟ وين الاتحاد الوطني للمرأة؟ يلزم نقيموها راضية الحداد من قبرها باش تشوف الصار في اتحاد المرأة، وخاصة باش تشوف اش عمل فينا الجولدن بوي يوسف الشهد. الحاجة الوحيدة اللي ضمنها المرسوم الرئاسي انه المرأة تزكي ترشحات. التزكيات يلزمها تكون بالتناصف، معناها المرأة من حقها تخمل الدار بالتناصف هي وضرتها، والراجل الذكر هو اللي مثل العيلة. قلت الذكر لأنه الذكورة برشة في زماننا، أما الرجلة ولات صعيبة. زيد عين سيبو عسكر رئيس للهيئة، زعم عليش هو على فايض النزاهة والاستقلالية والكفاءة اللي عنده. كما قلت لكم السيد عنده مسكن وظيفي في سوسة ما عندوش فيه الحق، مكبش فيه ما حبش يرجعه، والبريمة يضرب له على الطيارة. حكيت في الموضوع قبل في شمس، مستشارة سابقة للرئيس من اللي نسيها ربي سبحانه قالت عادش بيه كده خذات دار عادش بيه، قال المصري اللي اختشوا ماتوا.